الرسول ما له حق رئيس عون أن يكون بهذا الجو تجاه اللبنانيين الذين هم على حافة جهنم. ما له حق. شو كان لازم يقول؟ يكذب على اللبنانيين؟ مش يكذب، أنا مع أنصار التسليم، وإذا كان البعض اليوم يتذكر هويته الدينية والآخر يريد إرساء عرف جديد، أنا ضد الأمر. أنا مع أنصار التسليم، وقد انتقد، لكن هذا نظام الملل اللي هو الذي نعيش به اليوم نظام وضعه العثمانيون عام 1856 سلطان عبد المجيد، وحاول لكي لا نعود إلى التاريخ البعيد، حاول كمال مبارك تغييره سلميا ثم اندلعت الحرب. لكن كان في هذا النظام شخصيات كبيرة، حتى أقصرنا كانوا رجال كبار، كان يشانون، حتى بيير جميل بمرحلة معينة. لما تقول كانوا رجال كبار شو قصدك؟ هلا خصوصكم كيف؟ العلاقات السياسية، العلاقات السياسية بالتعاطي، وكان عنده مسؤولية وطنية قبل المسؤولية الطائفية المذهبية الصغيرة. طيب. اليوم انت عم تنتقد حتى اصدقائك، ان كان رئيس بري اللي هو مع انه الحقيبه المال تكون للشيعة، ومع ضد كمان في شيعة رئيس حريري، يعني اليوم لما تقول اعراف وغيرها مبين عم تلطش نادي رؤساء الحكومات السابقين. عم بطش نعم. لانه في معادلات دوليه واقليميه. طيب وقت الطائف امريكا السعوديه وسوريا عملوا الطائف، طبعا لم يستكمل الطائف الغاء طائفية سياسية، لكن عنده طائف. اليوم في معادلة جديدة، إيران أمريكا يتخاصمان عرض لبنان. عندما تهب العصفة عندها طريقتين، أو بتواجهي تبتلعي من الأرض أو بتبيلي. صار نادي رؤساء الحكومة مش وقت المزايدين، يصحوا لي بعدين. كان البعض منهم ينتقد عندما كانوا في الحكم، عندما كان البعض في الحكم، وجميعهم شاركوا في الحكم، ولكن أميز واحد دعم سلام. طيب بعد الرئيس حريري اليوم أنت مش كتير راضي عنه يبدو، عن أدائه؟ مش راضي، هالتعبير مش حلو. صار في محادثة بيني وبينه من باريس ولم تكن إيجابية. انتهى الموضوع. شو حكيته عنه؟ ما بدي أحكي. طيب الرئيس بري تواصلت معه بقصة؟ تواصلت معه الرئيس بري، يعني شرح لي بأنه مش عارف، لكن في عليه ضغط، فيما يتعلق بالمركز المالي. ضغط من حزب الله؟ قال لي في ضغط، ما قال لي من مين، أو في رأي عام مع المالية، يعني كذا. لذلك أنا ضد تطحن الكبار، أوكي؟ فلنذهب إلى ما ذهب إلى ما فعله الدول الكبرى التي حكمت لبنان مع العثمانيين إلى نظام متصرفي. آنذاك ولوا لبنان إلى 3 مسيحيين من أصل أرمني و2 من أصل ألباني مسيحيين. رأوا آنذاك بأن اللبناني آنذاك مش اليوم، أن اللبناني لا يستطيع أن يحكم نفسه. يعني اليوم نحن بس محكومين، أنت اليوم محكومين عم بتقول من إيراني وأمريكاني، هل تعتبر أنه اليوم مين ما بده حكومة بلبنان، أمريكا ولا إيران؟ اثنين سوي، اثنين العقوبات ما بتفيد، وقلتها لأقرب الأصدقاء السياسيين، جفلت من بعد الثورة لمن صار بالبروكينز، قلت له العقوبات لم تضل حزب الله، ضعفت النظام نزول، لأنه نحن أضعفنا حالنا، الطبقة السياسية أضعفت النظام، الطبقة السياسية منذ رفيق الحريري عندما كانت تعيش بأيام السخاء طلبت من رياض سلامي من البنك المركزي يعلي ويوطي الفيل، ما لأنه استفادوا من الجميع، من بعض الموظفين صغار لكبار القوم. مش عم بستثني حالي، لكن انت من ضمن المنظومه. مزبوط استفادت. اوكي، بس ما بقبل كلنا لانه ماني يعني هلا خلص طولت. طيب عم تقول الامريكاني والايراني، الايراني ما بده حكومه برايك؟ مش وقتها، يعني كمان يسمح لي الشيخ محمد ابلان، مش وقتها هلا تغيير الطائف بهالطريقه، مش وقتها. الطائف اخذ معنا جهود وأخذت رعاية دولية، مش وقت الشيخ أكابلان كل يوم يعطينا درس، ومش وقتها كمان. مع كل محبتي واحترامي للبطرك، أوكي، ما امبارح كنا عم نحكي بالحيط، الإيجابي، لا دخل على خط غير محايد. مش عايز مش حدا وليد باك اليوم بالمنظومة السياسية. بتصير.
أنا يمكن مش عاجب حالي كمان بدي أقرأ أكثر. طيب. كنت عم بتقول إنه في فترة حكيتك قلت لي عن جمهورية ثالثة لبنان إحنا عمالها صارت قريبة يبدو؟ لا لا مش قريبة. في مخاض طويل لأنه في المنطقة في مخاض طويل. المنطقة في مخاض طويل. ولا أراهن كما يراهن البعض من صغار المستشارين مش بكبار على انتخابات أمريكا. خلينا نعيش. المبادرة الفرنسية آخر فرصة. وشو هي المبادرة الفرنسية؟ التي سميت من البعض بأنها انتداب. محاولة إنقاذ لبنان بجره إلى محادثات جدية مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي، إصلاح النظام النقدي، إصلاح النظام المصرفي، ومن ثم إجراءات اجتماعية تعطي 50% من اللبنانيين شيء من الأمل. طيب إذا أنت معه ليه ما شاركت بهالحكومة؟ كيف؟ إذا أنت معه ليه ما عم تشارك بمشاركة؟ في رأي عام بالحزب ضد وعند دروس تكون كثير صريحين ضد المشاركة. لأنه هيدي طلعت إنه خونونا لما طلعت الثورة الأولى. أنا ما شاركت رسميا لأنه ما كنت شايف بتجربة والدي هذا النظام من أقسى وأشرس الأنظمة. بدك تغيري ما الداخل ما حدا طرح شيء، طرحوا اسقاط كل شيء. طب كيف؟ طب اديب اليوم ما عم يتشاور مع حدا وعم بده يشكل حكومه، عم بقول بدي حكومه من 14 وزير اختصاصيين وانا بدي نقيهم. انت مع هذه المقاربه اللي الشعب مبسوط فيها وراضي عليها؟ ممكن افضل له كمان يحكي مع حدا. معلش ما بده يحكي مع حدا بس لانه في يبدو في من يقول له ما تحكي مع حدا. مين نادي رؤساء الحكومات السابقين عم تلطشهم كثير هالفتره؟ نادي لا لا مو نادي مثل نادي الجولف. شو قصدك؟ شو قصدك لا بيقدم ولا بيأخر يعني ولا لا ابدا نادي هو جميع. لا وبدنا نحافظ على منع لانه في رئيس بلديه الغبيري بعتقد بده يزيل نادي الجولف. لا هذا المنطقة مع حرش بيروت هذه المناطق الخضراء الجميلة مع الأيوبي. طيب يعطى دخيلك. طيب بس أنت منك راضي عن نادي الرؤساء الحكومة ما بحق لهم هني كطائف سنية دخلوا بحقي بكل شيء بحق لي أحكي كمان طبعا وبحق لي يقول كمان لإيران وعبر ممثلي إيران عم بتعطلوا البلد من آخر فرصة. تعتقد أن هذه آخر فرصة للبنان؟ نعم. وإلا سيزداد الهريان على جميع الصعود وخاصة العبء الاجتماعي الاقتصادي وما فيني نتنبأ مجهول. سؤال أخير وليد بيك، اليوم ماذا قرأت بموقف الرئيس عون اللي تميز عن حزب الله واللي اعتبر كأنه حزب الله القرائي عم يسمحوا لي كلهم عم بيزيدوا هذا يكسب يعيد شعبيته وذاك يذكر بوجوده والثالث يمثل دولة كبرى يعني برأيي بيقدر يكفي بالصراع مع الدول الكبرى بس يرحم شوي اللبنانيين. قصدك عن حزب الله؟ اي. طيب برأيك اليوم عون هل يخاف من العقوبات لهيك شوي عم يتميز بآراء؟ في جبران. شو بي جبران؟ سألي. وليد بيك بدنا نشكرك على هذه المقابلة دايما بتكون عندك مواقف مميزة، شكرا كثير لك على وقتك. إذا نبيلة هذه كانت أجواء السابق وليد جنبلاط من كليمونسو. شكرا لك نوع.